لم يختلف سير العملية الانتخابية لمجلس الشورى في كلية رياض الأطفال عن مدرسة السعيدية كثيراً، من حيث الإقبال الضعيف في اليوم الثاني للانتخابات. انتخابات مجلس الشورى وما تقلش أهمية عن انتخابات مجلس الشعب، وبعدين أهمية مجلس الشورى إنه بيحط لنا بيضع الدستور اللي بيمشي بعد كده عليه الرئيس المنتخب، وكنت أتمنى إن نكسر الصمت الانتخابي دوت بأعداد تتزايد أكتر من كده. لان احنا طبعا كل لازم نشارك في البلد دي، لان احنا شايفين طبعا الاقتصاد عمال ينهار، ونتمنى نقف على رجلينا تاني ومبقاش مظاهرات والبلد تقف على رجلها تاني. من حيث سير العمليه بيتم على احسن ما يرام وفي اطار الشرعيه القانونيه وبكافه الضمانات اللي قرها القانون، وبنمكن كل ناخب من ان يدلي بصوته بكل ارتياحيه وبيدلي بصوته بعد ما ياخد استمارتين ويحقق من اسمه المطابق الكشوف خلف هذه الستاره بدون أي قيود، ثم يختار ما يراه، وبعدين يضع الاستمارتين في الصندوق الخاص بهما. بلا شك طبعا انتخابات مجلس الشعب بيحوز اهتمام من قبل الشعب المصري، يعني مجلس الشورى أقل منها، وربما قد يأتي إلى هذا إلى يعني اعتقاد الناس بأن انتخابات مجلس الشعب يعتبر أكبر وأكثر أهمية من مجلس الشورى، وده أعتقد يرجع إلى الثقافة اللي احنا نتمنى في المستقبل انها تتغير. العملية الانتخابية ماشية بوضع صحيح وتمام. هو الفارق ان انتخابات مجلس الشعب الناس كانت عارفة اهمية مجلس الشعب، عشان كده كان في الاقبال كبير وكان ده. لكن دلوقتي الناس مش عارفة دور مجلس الشورى، ففي اقبال ضعيف جدا والناس مش حاسة ان مجلس الشورى ليه فايدة. مهمته الرقابة على الاعلام والصحافة، ده اول شيء. تاني شيء ان هو بيبقى من ضمن اللجنة اللي بتضع الدستور.